إذا رضيت رضاء تاما بالابتلاء على أنه نعمة من الله عز وجل واختبار من الله وإكرام من الله سوف يرفع. فأنت عندما تمرض أو عندما يزورك الهم أو الغم أو الابتلاء وترضى به أنه من الله وأن الله يريد أن يرفع درجتك، هنا يزول الهم يزول الابتلاء، أو ترزق كم من الصبر العجيب فلا ترى أن هذا الابتلاء ابتلاء كقطرة حبر داخل إناء به 100 جالون من الماء.